بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القصيدة بعنوان العمر رحلة، أرجو أن تنال استحسان المستمع. الفقر ما رد النشام على الجود، والمال ما كبر مقامة الرخوم، يا أهل الكرمة تبقى مواقفها مشهود، وأهل البخل تجهل بكل سلومي، والآدمي عمره ولو طال محدود، والعمر رحلة والمنايا سهومي، والوقت سيف ومخزنه ملح بارود، وحوادث الايام في شكل يومي. اخذت ميراث المعاني من العود، واخذت من دنياي باقي علومي، لين اقتنعت بحكمه البيض والسود، سود الليالي الاقبلت ما تدومي. يا كثر ما تفرض على العاقل قيود، يا سرع بعد مغادرتها القدومي. يا جاهل الدنيا ترى ما بها زود، الزود بالتقوى وسلم قرومي، اللي لنا معهم مواثيق وعهود، شر ورجال اللي تسد اللزوم، اللي لهم بالمجد سيره ومجهود، واللي مقابلهم يشيل الهمومي. اعذب من النسمه لهبة النوت، ما هو بهرج مفسرين الحلومي، الطيب ما له بيت وبلاد وحدود، راعيه طير بكل ديره يحومي، فلا السعد يقدم لو الدرب مسدود، فطره من الله للمعالي يرومي، ولا رخومة لغيرها ما بها فود، واكترها يا كذا الحبة الخشومي. ولا صحة يوم أكثر العالم رقود، ما يدرك الهمها ردي العزومي، يبقى الأمل وجيها الأجواد معقود، ولا الردي ليتها بحملها يقومي. الفقر ما رد النشام على جود، والمال ما كبر مقام رخومي. سلامتكم.